المستجدات ديال هاد الوباء راه كثيره. حنا هادشي كنقولوا للناس اللي كانوا كيكذبوا هاد المرض هذا بانهم كيشوفوا الحالات كيفاش ولات. اذا هنا راه حنا المهم المرض راه الدوله وزاره الصحه لا وزاره الداخليه لا المهم جميع الحكومه محاصرين هاد الوباء. مي كون ما كانش سبحان الله كارثه راه غنوليو كارثه عظمى اكثر من الدول الاخرى. غنوليو حنا يتشفاو بين الناس. مي دابا الحمد لله مي غير بنادم خصو يزيد يعاون باش غادي يعاون شويه بموكوت غادي يعاون. دابا الحجر الصحي راه ماشي راه ما غاديش الدوله ما غاديش تحضي كل شيء. خص بنادم هو يحضي راسو باش حنا نتغلبوا على هاد الوباء. ريح شويه والصحيح يبعد من المريض والمريض يشد قد كي. دابا السبيطارات ما عمرو الله يحسن الاحوال راه من حنا بعد عندنا المستوى من المديره حتى المندوبه حتى المديره الجهويه الناس راه بيتها صباح وعشيه خدامه ولكن الناس ما كيعاونوش. أكثرية الناس ما كتعاونناش على هذا الشيء. واش واحد كيستهزأ بالمرض؟ واش عمرك شفتي المرض كيستهزأوا به الناس؟ الناس ديال برا اللي ما عرفتين واصلين. الأمراض ما كيخافون هذا المرض وحنا كنستهزأوا به راه مشكلة ماشي زعما ما شاء الله وصافي. الله يلطف بينا والله يرد بينا والحمد لله الحمد لله على كل حال. النصائح ديالنا للمواطنين غير الابتعاد. راه كاين بعض الناس اللي باقي مكذبين المرض كتهضر معاك كيدور معاك بلا كمامة كتهضر معاك كيقول فين هو المرض. مني كيخرج المرض وكيدخلوا لدارهم كيقموا كبيره في السن وداك الشيء راه عاد كيشوف العواقب ديال المرض شناهي. شناهي العواقب ديال المرض؟ منها وفيات ومنها عاوتاني راه مخالطون منها اختو منها باه منها خوه. اشحال من واحد عضت هي كيقول لك انا اللي جبت المرض لوالديا. راه ما شاء الله وصافي اخويا راه ما شاء الله. راه بالنسبه للسائقين راه حنا بالنسبه للسائقين راه كاين خمسه راه كاين ثلاثه السيارات وحده هي اربعه شي كيمشي شي كيجي ولكن الحمد لله سبيل هذا الشعب خدامين ماشي مشكل. ناضلوا معاهم حتى الاخر رمق. واخويا اللاعبين حنا لا اللاعبين حنا ما داروش عندنا اللاعبين كان عندنا واحد اللاعب مي ديك الساعه هذيك كتبقى كي تنقولوا الخيوط مويله ديال الاطقم الاخرى ماشي ديالنا. حنا غا سائقين الا عطيناك شي خبير غادي نعطيك ما لا يفيد. اما ما يفيد كيكون الناس ديال الاختصاص هما اللي غيعطوك ما يفيد. حنا كتمشي تجيب ما كتعرف لا لعب حتى كتسوق كتجيب المريض صافي. وحيت المريض اسرار ديالو ما غاديش ندخلوا فيه حتى واش لعب واش. النصائح هي اللي قلنا هذه النصائح ثم النصائح باش هاد الناس يستراحوا شويه. هاد السائقين يستراحوا هاد الاطقم الطبيه يستراحوا هاد باش ارتاحوا حنا ويرتاحوا هما. غير مكتوب البيوت شويه واللي ما عنده لاش يخرج لاش خارج لاش خارج كدير كتهز المرض وتدي الناس اللي صحاح. ما شاء الله وصافي. واحد النصيحه اللي بغيت نوصل الناس الله يرحم الوالدين السائقين ديال السيارات. كاين بعض واحد الفئه قليله ديال السائقين كيكونوا غاديين كيبداو يضادوا معنا في الطريق. واش داير هاد الناس الله يهديهم. الله يهدي تنطلبوا لهم الهدايه وتنطلبوا لهم يتعاونوا معنا يعطيونا شويه الطريق. ضريتينا بالسونيط راه الا ما درتيش السونيط ديال السياره والجيوفار باش غيعرفوك انت هز هاد المريض. وما شاء الله وراه حتى هاد الناس ديال الصحه الله يحسن العوان. راه بنادم ماشي تغلب غير بنادم عليه الطاب والطبيب ولا المريض ولا المسؤول ولا المدير ولا المديره الجهويه ولا الاطقم الطبيه ولا الممرضين ولا من الناس ديال الميناج ولا من المهم راه كل شيء ما شاء الله وصافي وشكرا. خويا حنا دابا جبنا واحد الناس ديال تصفيه الدم من المستشفى ديال الرحمه من السنتر ديال الرحمه حيت عندنا الناس الله يحسن العوان كيكونوا فيهم دياليز كتكون فيهم كوفيد. كناخذهم يوم الثلاثاء ويوم الجمعه وكاين الناس اللي كناخذهم يوم الاثنين ويوم الخميس. هاد الناس هادو خصك تديهم مع 8 الصباح وترجع لهم ثاني مع 2. هاد الناس مساكن كتكون فيهم كوفيد كيكونوا يديروا الدياليز. الناس ديال السبيطار والوزاره هي كتساهم باش هاد الناس
ماشي نخلي والديهم يديهم امراض، كناخذهم حنا كيديروا الحصص ديالهم كنرجعوهم للمستشفى. ترجعوهم لهنا. ضروري. نعم سي عزيز. ضروري. الله يوفقكم سي عزيز. عانكم الله. شكرا. عانكم الله. هم أمينة مديرة مستشفى مولاي يوسف الدار البيضاء. مهم انتم دابا عندنا في مستشفى مولاي يوسف كيف كتشوفوا دابا الحالات راهم غاديين وكيرتفعوا والحالات حرجة. يعني دابا حنا في وسط المستشفى مولاي يوسف راه عندنا لوبيتال دو جوغ وعندنا لوبيتال دوسبيتاليزاسيون. لوبيتال دو جوغ اللي كتشوفوا فيه راه بعض المرات ما كنزلوش على 150 140 حاله اللي كدار لها لا بريزون شارج ا دوميسيل، وكيكونوا شي حالات اللي كيدوزوا المستعجلات وحالات اللي كيمشيو منهم للمستشفى الميداني لافوار. وفي لوبيتال راه كيف كتشوفوا راه ناعسين عندنا غير الناس اللي حالات حرجه، يعني الناس كلهم اللي ناعسين راه هما تحت العنايه المركزه عاده باش عندنا لو سيرفيس ديال الانعاش. دونك الناس خصها تلتزم وكيجيب ضروري الحيطه والحذر، الناس ما تستهونش بهذا الفيروس، راه فيروس قاتل يعني خطير، الناس ما تستهونش به، خصهم يردوا البال ديالهم وياخذوا الاحتياطات ديالهم ويديروا الوسائل الاحترازيه، يعني ما نستهونوش بهذه الحالات، راه الحالات كلهم تحت العنايه المركزه وكلهم كيخضعوا للعلاج بالاكسجين عاد علاجات اخرى اللي كيديروها، يعني ما نستهونوش. ودابا كيف كتشوفوا حنا عندنا الارقام هنايا راه ضروري كتكون عندك شي وفايه في النهار، تتكون عندك شي وفاه في النهار، ضروري كتكون عندك شي وفاه في النهار ولا كيكون اكثر من وفاه. والمستشفى راه كله يعني بجميع سميتو لي سيرفيس اللي فيه راه كلهم عامرين، يعني كان ما تجي فين كتكون وحده النهار ولا جوج النهار كيخرجوا حالات وكيدخلوا حالات، يعني لوبيتال راه الي او كومبلي شاك جوغ، شاك جوغ الي او كومبلي، يعني حنا عندنا لا كاباسيتي لي تيغ تقريبا ديال 85 سرير، راه كلها ما بين المستعجلات وما بين الانعاش وما بين لي سيرفيس راه كلهم يعني عامرين، يعني ما كاينش النهار اللي ما كتكونش عندنا هاد الارقام في وسط المستشفى. والنصائح ديالي للمواطنين هو ان المواطنين خصهم يلتزموا ويديروا التباعد بيناتهم، الكمامه ما خصهاش تخطاهم، ويوصيو الوليدات ديالهم اللي كيمشيو دابا ليزيكول انهم يردوا البال ديالهم، وكيستلزم عليهم ضروري الغسل اليدين ديالهم، المسافه ما بيناتهم وما بين الاصدقاء ديالهم في ليزيكول في الخدمه في اي كان. راه الناس هنا في لوبيتال راه حتى هما كيخرجوا وكيوليو ناس عاديين، حتى هما خصهم ياخذوا الاحترازات ديالهم، يعني كل شيء خصو ياخذ الحيطه والحذر في هذه الحاله ديال الكوفيد، هذا الفيروس القاتل اللي نزل علينا، يعني الله يشوف فينا ويبعد علينا هذا الوباء. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.